يعني تخيل الواحد بيعرف انه هذه امه عم او اخته او بنته عم تروح تبيع جسدها تشتغل عهرة لحتى تجيب مصاري وتعيش حالها وتصرف عليها وعلى على اهلها. دعارة قالوا لي كمال يعني تعال شوف بالساحل. ووصلت دعارة لمراحل خطيرة جدا، يعني انهيار أخلاقي للمجتمع. تنزل بتروح ما حد ما بيعرف. أو كارت عارة مخدرات بيع الكبتاغون كمان منتشر بكثافة. يعني استغلال النساء للأمور الجنسية للدعارة. اللي تخيل نحن عندنا بالساحل، اللي هذا صار موجود ومعروف وفي نساء كتير وقرى كتير وبدون ذكر أسماء يعني.